هيئه اداره. كل ما كنت انا مدير في الملعب كل ما انا نجحت في اخراج المباراه بشكل كويس. كل الشكر والتقدير لجمهور الكبير الحاضر اليوم، كل الشكر والتقدير لنجوم منتخبنا الوطني يشرفون اليوم مستوى بعض الفرق في البطولة، كل الشكر لاخواني اللجنة المنظمة، كل الشكر والتقدير. كما ايضا اتقدر لي الشكر والتقدير لجميع الرعاة واللاعبين، واتمنى لكم ان شاء الله فوز مسائيا ونهائي جميل في هذه المناسبة الغالية، ونتمنى التوفيق للفريقين. متابعينا مشاهدينا، او نتكلم عن اجواء هذه المباراه. هنا الكره الان ثابته، ارضيه طويله بالراس، ابعاد هذه خطيره، خطيره في محاوله، يا سلام الله. البدايات القويه في النهائيات الصعبه، البدايات القويه في النهائيات الصعبه. يسجلون هنا باداوود صالح يسجل اول اهداف المباراه شكل مكان. هناك علامات استفهام كبيرة، هناك طبعا بين قوسين كل شيء ولا معاني. الله 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 الله، الوفاق في النهائي يعامل هذه المباراة كأي مباراة من قبل، يعامل هذه الجولة كأي جولة من قبل، يعامل شيء فاجأتم الجميع. هنا الكرة الآن على طريقي، حاولوا للثالث الآن، ولكنها راحت الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ذلك لصالح فريق الوفاق. الفلاتة يلعب كرة سريعة الآن، كرة سريعة فيها عبد الباسط عرضية، الله فيها رايا الكرة الماضية. وصلت عالية من جديد، راسية، محاولة خطيرة. الله 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 الله، راية هنا، راية مساعد يشير، هناك المساعد يشير، هذه ركلة، هدف، نعم لا يحتسب. الطرفان مع هذه الجماهير، هدف صحيح يحتسب للنمور. النمور وفريق الوفاق، ثلاثة أهداف تسجل في النهائي، النمور يسجل الهدف الذي تم احتسابه الآن، الذي ترغب بأن تقلص الفارق في هذه اللحظات من عمر الشوط الأول، وتأتي معها صافرة حكم المباراة. هنا طبعا صافرة تأتي من جانب حكم المباراة لنهاية أحداث الشوط الأول، بالتقدم النموري، أو طبعا تقدم الوفاق على حساب النمور بثلاثة أهداف.
الشوط الثاني جماهيرهم تنتظر التقليص، جماهيرهم تنتظر سرع الأمل. الشرحيلي شرحيلي لعبة عرضية، نقلة جميلة وسرعة عرضية، سعود الله الكرة الماضية. نتابع رمية جانية وركلة ركنية، ركلة ركنية عرضية طويلة لصالح فريق النمو لاستخلاص هذه خطيرة الآن. مرتدة 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 وإن تمشرت في النهاية. هنا كرة الثابتة تنفذ قوية ولكن راحت للجمهور. اللعبة الماضية جديد وصلت المحاولة الآن في منتصف الملعب، تقدم على ذلك عن طريق لاعبي فريق نعم الوفاق. هنا طبعا عادة هذه قطيرة شنقيطي، شنقيطي لصالح فريق نعم النمور. الكرة العرضية النمور هذه راسية، الله الله الله، عادت إلى مولي. خطأ خطأ خطأ، عادت رئيس بلدية المحافظة طبعا رابغة الاستاذ سعيد بن عطية للغافي، وكذلك أيضا بادي المالكي يكرمون من جانب رئيس البلدية. هذه الكرة وصلت عن طريق أحمد يا سلام يا ¡Gracias!